انا هكذا دايره، انا اللي على فمي اللي على لساني تنقوله، انا ما تنعرفش النافق، انا اللي حبني يحبني هكذا واللي ما حبنيش ما يحبنيش هكذا، انا هكذا دايره. كاينه واحد الحاجه سميتها التعامل الاجتماعي، كاين واحد الحاجه تيقولوا لها حسن السلوك، كاينه واحد الحاجه تيقولوا لها ربي وليداتك في الصغر سيسيبوه في الكبر، كاينه واحد الحاجه تيقولوا لها ديك الصراحه الزايده تتجرحي تتدي الاثم من وحدين اخرين، كاينه واحد الحاجه تيقولوا لها ما تنعطيش راي الناس ما طلبوهش مني وانا تنبقى انا جالسه في الحضره. احنا في عشيه والسيده جالسه حدايا مسكينه لابسه اللبسه ضاربه لها فيها تماره شريها بذوقها، هي عجبها ديك اللون، هي عجبها ديك اللون ولابساه وفرحانه به وجاي على عظمها، اش داك انتينا تقول لها لابسه ديك اللون ديال المراهقات، انتينا شارفه على ديك اللون، انتينا دايره على ديك اللون، علاش معكره، علاش مكحله، اش دخلك في سواقه الناس؟ قالت لك كيفاش نحترم راسي، كيفاش نحترم راسي، هذا هو الاحترام، تنحترم راسي ما تندخلش من خارج الشده والفده، تنحترم راسي ما تنقولش تنبلز اللي جات لفمي تنطلقها، عطانا الله عقلنا حيت حنا بشر، حيت حنا بني ادم كرمنا الله، ما تنقبطش ونبلز واللي عجبو عجبو واللي ما عجبوش ما عجبوش. عمرنا ما تنجرحو الانسان، عمرنا ما تنعطيو راينا الزدف هكداك اللي حبني حبني واللي ما حبنيش انا ما تنافقش، هذاك ماشي نفاق، هذيك قله الترابي، هذيك قله المعرفه التعامل مع الناس، هذيك قله الاحترام لراسك في الاول، عاد تتقلي الاحترام على واحد اخر ومني تيجاوبك ما تيعجبكش الحال. كنت ندير فورماسيون راني قلتها لهم ديال 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 التجاره، يعني كيفاش تعملي مع الناس، كيفاش كيفاش ركزوا لنا وعاودوا وعاودوا كيفاش الا طلب منك الانسان واحد النصيحه، مثلا انا لبست هذه باش نقول لك كيفاش جاتني، والنصيحه ما تنطلبوهاش من كل شيء، تنطلبوها الا ملي تيكون قلبه بيض وتيعطيك النصيحه يعني اللي ما اللي تصلح لك، اما الا ما كنتيش مقتنعه براسك ابدا هي هذيك اللي تنبقى نسقتي. كنت تنعرف واحد السيده تتسقسي 10 الناس فيها بليا، النهار الاول كنت نقول هذه تتسقسيني تنقول لها وتتخلي الراي ديالك وتسقسي العباد الله كلها شنو هو السبب، ما مقتنعش بنفسها ما عارفاش، يعني ما نسقسيش، ملي تكوني مقتنعه بنفسك ما نسقسيش، صافي اللي عجبو عجبو اللي ما عجبوش ما عجبوش، نكملوا على الموضوع ديالنا. قال لك ملي يطلب لك الانسان النصيحه ماشي علنيا وماشي زدف، هذيك المكانه ماشي ديالك، هذيك المكانه غاليه عليك اللي لابسه، هذاك الصباط الناس كتموت بالجوع وانت شاريه صباط غالي، هذاك الديكور شفتوه في واحد الجهه وما صالحش وكي داير وحنا وزيد 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 وزيد. ملي تيطلب منك النصيحه قالوا ناس زمان اللسان رطب تياكل الشوك، وقالوا ناس زمان كلام الصواب تيتعطف الديه، علاش زمان كانوا تيوقفوا على البنت تيربيوها كيفاش تهضر كيفاش تجلس كيفاش تتعامل، لانها هي اللي تتخرج جيل وهي المصيبه الكبيره في انها كانت في شي جمعيه، كانت في شي عرس، كانت في شي حاجه وما تتعرفش تهضر تتبلز، هكداك تتربي ولادها وهكداك تتبقى. نحترم راسي من يجي نهضر الاول هضره في سبعه النوبات فمي، نحترم راسي من نكون في المجمع ما نبقاش نعلي وندلي ونتنز على هادي ونهضر مع هادي ونستهزئ بهادي ونعيب على هادي ونعطي نصيحتي بلا ما يطلبوها لي الناس. نحترم راسي ملي كنت تنشوف شي فيديو وما عجبتني شي حاجه، ماشي ما نخلي ما نكتب ونخرج الشر اللي كله اللي عندي، ومنين يجاوبك الناس ما يعجبكش الحال، انتينا اللي تقلل من قيمتك وانتينا اللي تطيح من قيمتك وانتينا اللي ما تتحترمش راسك باش ما تحترموكش الناس. هذا الموضوع يعني طلبوه وعاودوا وعاودوا وعاودوا، ومع الاسف حنا يعني دابا اللي هذا دابا تتحطي فيديو ما تيشوفوش ما تيتصنتوش المحتوى،
باش الانسان يستفاد، لان راه النصيحه الناس تدفع ليها الفلوس تيشوفوك، هي الناس تموت بالجوع وانتي شاريها، الناس ما عندهاش وحنا دايرين، هنا مقهورين وانتينا عندك. ما تنسوش بان الله تعالى خلق وفرق، كاين الغني وكاين الفقير وكاين المسكين وكاين وكاين، باش الدنيا هكذا ماشيه. ما عنديش ما يمكن ليش ندخل نعاير واحد اخر عنده، ما قدش نلبس ديك اللباس ديالك، ما ندخلش نعايرك ونقول لك شارفه ولابسه ديك الشيء فعلت كي داير وماشي في هذا ونعاير. هذا هو حسن الخلق، هذه هي التربيه الحسنه، هذه هي الكلمه الطيبه الا قلناها تنديو الاجر. ولينا جالسين في ديورنا والذنوب تينزلوا صبا صبا صبا، كانوا شحال هادي حتى تيمشيو للحمام او يمشيو للافراح او يتجمعوا. دابا الله يكون معنا، لا جالسه ماشي تنعممش ما تنعممش. دابا الانسان جالس في دارو هو خايد، تيعمر الذنوب يعمر الذنوب يعمر الذنوب. ما عنديش مقهوره نحمد ونشكر، ما ندخلش نشوف واحد الحاجه اللي ماش تقهرني الا كنت عارفه نفسي ضعيفه ونحترم راسي. ما قدش نشوف ديك الماكله وداك الشيء اللي تيحطو ندوزها ما نشوفهاش، ماشي ندخل ونشوف ونعاير. ما قدش نشوف الديكورات ديال الناس وانا ما عنديش، ونبقى نسب ونعاير ونجيب في الذنوب ونعاير ديك الناس، ندي منهم الاثم، هما تيديو الاجر وانتينا تدي الذنوب. ندوز ونشوف حاجه واحده اخرى. حتى شي واحد ما بزز عليك طيحي من قيمتك وطيحي بكرامتك وتستهزئي بالناس ويبقاو يستهزئوا بيك. يا ريت لو كان قال له تلفت لي المثله، والله الا تلفت لي، لان اللي ولينا تنشوفوه بزاف بزاف. المهم ختامها مسك. هاد اللبسه اللي لابسه طلبتوها وعاودتي وعاودتي باش نزل الكاميرا تشوفو، ولا حبيتو ادخلوا تشوفوها في تيك توك، راني درت لهم اللوك في تيك توك علاش تنهضروا. وهاد اللبسه كما تتعرفوا هي والاخرى كما تتعرفوني، الحويجات هكذا اللي هكذا تنشريهم من تركيا، تيكونوا زايدين شويش في الثمن، ولكن راكم تتعرفوا تركيا تدير اللباس محتشم بزاف بزاف. ايوا ما قلتوا لي شي. شنو الراي ديالكم شي ندير؟ ما بقيتش نقدر ندير اللوك بوك حيت ولا تيجيني الحويجات اللي كاينين، ما كاين مثلا الانصومب اللي ما تجيش معها الفولار، كاين اللي مازال الماريو ديالي ما تادابطاش على الحجاب. نكونوا واقعيين وصريحين، واللي تيخاف تيخاف من الله. وعندي واحد 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 العتاب، شوف الى عريت عنقي بيني وبين اللي خلقني، غطيت راسي بيني وبين اللي خلقني، قد النهار اللي ماش نموت حمدناه وشكرناه، حمدناه وشكرناه لله تعالى. كل واحد تيدفنو بوحدو وتيتحاسب بوحديتو، وكل واحد تيتحاسب على ذنوبه. وما تنسوش بانكم بديك المعيار وديك السبان وديك الطنز، هذا اللي هنا تيقيد وهذا اللي واقف هنا تيقيد، وانتم تتعمروا بالذنوب، والله تعالى سهل علينا تخفف علينا من الذنوب. وقال المثل المغربي بالدارجه ديالنا، حيت حنا سبحان الله العظيم كمونيين، هذا اللي عطى الله. قال له المثل المغربي كل شاة تتعلق من كراعها، فاش نذبحوا في العيد كل وحده تعلقها من رجيلاتها. شوف نفسك لداخل ونقي راسك لداخل وحبي راسك لداخل. شوف الا كنتي، والله قسم الا بتجربه، الا كنتي نقيه لداخل وما عندك غرض، كلشي تيعجبك وما عندك غرض اللي تتشوفها تدوزها ما تتأذي حتى واحد، تتبقى خايده هي في راسك. عجبتني واحد الحاجه، عجبتني ما عجبتنيش تندوز بلا ما نكثر عليكم. ساعتكم مبروكه ونهاركم مبروك، واللي عندها ميمت حبيبتها تهلا فيها، واللي ما عندهاش الله يرحمها ويرحم ميمت أمة سيدنا محمد، تنحبكم لله واللي حبني.